عدنا لحضراتكم، ودايما في الجزء الثاني في يوم الجمعه بيبقى معادنا مع كاتبنا الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. زي ما بنقول لحضراتكم كده بنحط النقط على الحروف في بعض القضايا اللي مرينا بها خلال هذا الاسبوع. والحقيقه يعني الواحد كان بيعظم فكره انه ننزل خارج كتير ونتعامل مع الخارجي. الحقيقه بالتوازي مع ده بيبقى محتاجين يعني شخصية ليها قدر كبير جدا من الاحترام والتقدير معانا كل اسبوع برضو عشان تحط نقطة على الحروف في مثل هذه القضية. وده امر الحقيقة يعني انا شخصيا ممتن ليه جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى اولا، ومن عند زملائي في الاعداد وموافقة الاستاذ كرم في هذا الاطار. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك وشكرا على المقدمة الجميلة. لا ده ربنا اقل ما يجب. ده احنا يعني من ضمن الحاجات الحقيقة اللي احنا يعني مبسوطين بيها انه حضرتك موجود معنا كل اسبوع. وانا كمان مبسوط جدا يعني بحاور معك، ده حوار من القلب للقلب كده، حوار بسيط وسهل. فده الحمد لله ربنا يديمها ان شاء الله يا رب. طيب احنا عندنا 3-4 موضوعات بس حضرتك برضو يعني احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل او قبل الهوى على تحديات كبيرة. فحضرتك قلت إنه الأمر في فلسطين يستدعي إن إحنا ننبه برضو على بعض الأمور. حضرتك شايف إنه الأمر برضو جلل مش قليل، كل أسبوع بنركز على هذا الأمر؟ لا برضو يستدعي هذا الأسبوع إن إحنا نركز عليه. طبعا الأمر في منتهى الخطورة، وبتصدر تصريحات من إسرائيل ومن نتنياهو بقرب الاقتحام البري لرفح الفلسطينية. قلوبنا يعني قلوب كل المصريين موجوعة لهذا الأمر. ويمكن يجوز لي أن أقول إحنا شفنا ملامح الرئيس في خطابه بمناسبة 25 إبريل، وأيضا ملامحه في افتتاح الفروسية، معهد الفروسية، بطولة الفروسية العربية. كان ملامح عليها الغضب والحزن والتحدي. غضب وحزن وتحدي زي كل المصريين، لأن اللي بتفكر إسرائيل في الإقدام عليه يعني جريمة لن يغفرها لها التاريخ. كان النهاردة صدرت تصريحات من مصدر مصري رفيع المستوى ردت على كل الأكاذيب اللي بتسرها إسرائيل ووسائل الدعاية الغربية بشأن الموقف المصري من عملية الاقتحام. التصريحات ركزت على أنه مصر بتحذر بشدة وبتنبه العالم كله إلى خطورة اقتحام رفح في هذا التوقيت بالذات. الأمر الثاني أن برضو كان في كلام أنه في لقاءات بين وفود مصرية ووفود إسرائيلية، صدر نفي قاطع، وأن هذه الوفود على مستوى أمني. ودي مش رايحة تناقش أو تفتح الموضوع بتاع الاقتحام من قريب أو من بعيد، ولكن التركيز بالدرجة الأولى على الهدنة، وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية. مصر بتبذل جهود جبارة جدا للوصول إلى وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار يعني بعض الناس بيقولوا سنة أو أكتر، بحيث أن خلال هذا الوقت بتبدأ عملية الإعمار، إعمار غزة، رفع المعاناة عن ونشوف حل بقى النهائي بقى للموضوع. ونشوف حل خصوصا دوت فكرة طرح الدولتين برضو يعني اشتد عودها شوية، فكرة الطرح نفسها، وأنه الأوروبيين أمنوا بهذا الأمر والأمريكان أمنوا بهذا الأمر، وأنه والأمم المتحدة برضو جزء كبير جدا من الدول أعضاء الأمم المتحدة مؤمنين بهذا الأمر. ويعني حاسس كده أنه يعني قرب الحل ممكن يكون يعني 10 سنين 15 سنة. الموقف المصري لم يتغير وظل موقفا شريفا صحيح منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر الماضي. وأتذكر أول لقاء تم في هذا الصدد كان ما بين الرئيس وما بين المستشار الألماني صحيح. وجاء المستشار الألماني كانت وسائل الإعلام بتنشر أكاذيب كثيرة حول التهجير واحتمالات موافقة مصر على التهجير، فكان ردا قاطعا وحاسما من رئيس مصر. يمكن ظهرت على وجه رئيس الوزراء الألماني مشاعر الصدمة والمفاجأة، لأنه هو جاي بعد العملية بتاعت طوفان الأقصى
والعالم كله مهيأ ان دي مذبحه للشعب الفلسطيني صحيح. وتهجير صحيح. الشعب الفلسطيني وان مصر يعني ممكن تقبل هذا الامر. كانت ردود الرئيس قاطعه، لن نقبل صحيح. تصفيه القضيه الفلسطينيه، لن صحيح. نقبل تهجير الفلسطينيين لا لغزه لا لسيناء ولا لغير سيناء. القضيه الاساسيه هي حل الدولتين وان تعيش كل شعوب المنطقه في امن واستقرار. ده الموقف المصري. بمرور الوقت بدأ الرأي العام العالمي سواء في أوروبا أو في أمريكا، وبدأ أيضا يعني مواقف الزعماء تتغير في هذا الاتجاه. يعني مصر قادت اتجاه دولي كبير جدا لتغيير الرؤية اللي كانت سائدة بشأن التهجير. ده الأمر الأول. الأمر الثاني يعني في هذا التوقيت بالذات ماذا يريد نتنياهو؟ تخيل حضرتك هو بيفكر انه يعمل مناطق عازله، بيعمل خيام او مخيمات في الشرق وفي الوسط بحيث ان يبدا عمليه الاقتحام يهجر الفلسطينيين قبل ان يقتحم. الواحد ونص او الاثنين مليون اللي موجودين يعني كيف يمكن تهجير واحد ونص مليون فلسطيني واحطهم في الخيام؟ دول دوله صغيره. يعني هنا هيبقى هذا هو التهجير المستحيل. لو دخل بالقوه، تخيل حضرتك الدبابات والصواريخ والمصفحات هتدوس البشر. هتدوس البشر. يعني انت عندك دلوقتي اكتر من 34 الف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والاطفال، والجرح اللي خلاص يعني اعداد كبيره جدا. فانت هتدخل بجرافات 70 الف جريح وصواريخك ودباباتك وسط المدنيين. ليه؟ هو بيقول انه في اربع كتائب تابعه لحماس مختبئه في هذه المنطقه في جنوب رفح الفلسطينيه، وانه لن تنتصر اسرائيل ولن تحقق الامن والاستقرار الا إذا استطاعت التخلص من هذه الكتائب. وبعدين التصريحات متضاربة، هو بيقول إحنا لم نقضي عليهم حتى الآن، فده مبرر إنه يستمر في الحرب. بينما تصريحات أخرى من قادة إسرائيليين بتقول إحنا قتلنا 19 ألف، تصريحات أمريكية بتقول إنه إسرائيل خلال حرب الـ200 يوم قضت على ما بين 20 و30% من قادة حماس. التصريحات متضاربة. طب هنا الأربع كتائب بيقدر عددهم حسب مصادر إسرائيلية ما بين 30 ألف و50 ألف. طب أنت هتدخل ستقتل 30 أو 50 ألف؟ فده الحقيقة الجنون بعينه. طب هنا أثبتت حرب الـ200 يوم أن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه ولن يتركها تحت أي سبب، فكيف يتم التهجير؟ الموقف الأمريكي في نوع من التضارب والتناقض. الرئيس بايدن تحس أنه متردد خصوصا داخل على انتخابات وضعه مش حاسم في المسألة دي. وفي نفس الوقت برضو أنت لسه عامل بتطالب بمجلس النواب أو طالب الكونجرس باعتماد 30 مليار أو أكتر لإسرائيل هي وأوكرانيا. طب أنت أنا معلش برضو يعني أنت منين بتقول إن أنا مع حقوق الإنسان وإن أنا مع الـ الفلسطينيين العزل اللي لا المفروض لهم حماية والمواطن الفلسطيني له حماية، ومنين إن أنت عمال تدي سلاح ببلاش وفي نفس الوقت بتدي أموال؟ يعني أنا منين التناقض زي ما حضرتك تفضلت؟ هم بصوا اعتمدوا 95 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، منهم حوالي 27 مليار عتاد عسكري لإسرائيل. يعني أنت بتمول حملة قتل غزة. وبعدين موقفه إيه؟ يقول يعني أنه هو موافق على خطة الاقتحام العسكري بس وجود ضمانات لحماية المدنيين. طب ما أنت قبل كده وقفت على غزة برضو وقفت على غزة وقلت حماية المدنيين، وكل يوم تطلع تقول حماية المدنيين وما عملتش حاجة. كيف يعني هل مثلا خطط لاقتحام الدبابات حين تقتحم هتفرق بين المدنيين وبين قادة حماس؟ ما هي هتدوس الكل. تخيل بقى هتسوي العظام بالأرض ويعني ودماء وحرب فظيعة. شوف العالم هيكتشف بعد فترة أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب في غزة يفوق بكثير ما فعلته النازية في ألمانيا. وهنعيش ما قامت به إسرائيل في غزة يفوق الجرائم يفوق ما قامت به جرائم الحرب التي قامت بها النازية في ألمانيا يفوق بكثير جدا. انت شوف الحرب إبادة جماعية وبعدين قتل نساء وأطفال، هدم كل المرافق الأساسية، المية والكهرباء ومدارس قتل الجرحى في المستشفيات،
النساء والأطفال، شوف الأعداد قد إيه، يعني من يومين الحقيقة صورة بتعتبر صحيح وصمة عار في جبين الإنسانية كلها. صحيح. الطفل الرضيع اللي عمره صغير وبعدين اترمت القنبلة، طفل رضيع صغير كده مش قادر ياخد نفسه، فمنظره يعني يفتت الصخر في القلوب الحقيقة. طب فين حقوق الإنسان، وفين المواثيق الدولية، وفين جنيف، وفين هذه المعاهدات، وبعدين المقابر الجماعية. يعني الأنباء بتقول إن تم اكتشاف 120 مقبرة جماعية وسط الأحياء السكنية. صحيح. عدد المصابين، حرب التجويع، يعني النازية. طب ده حضرتك متوقع إن ده يوثق؟ يعني هو موثق، بس فكرة توثيقه دوليا بقى، إني يعني ناس كتير بتقول أصل هم مسيطرين على الإعلام الدولي، هم ليهم برضو شنة ورنة في المسألة دي، فممكن يقفوا زي ما حصل في مجلس الأمن. أنت مش عارف حتى تعتمد قرار بأنه فلسطين يعني عضو في الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار أنت مش عارف تعمله، وبقاله ومرة واثنين وثلاثة وأربعة، ودايما الوقف في الـ في الـ في, الـ في الزور هي الولايات المتحدة. هو أشوف يعني إسرائيل لن تستطع إخفاء هذه الجرائم، لأن عدد كبير جدا من القتلى يعني 202 يوم أو 203 يوم. وبعدين يعني بيقول لك يعني حجم الركام اللي موجود. أيوة. مش عارف أنا عندي كم، 14 سنة هياخد 14 سنة 14 سنة 37 مليون طن، 37 مليون طن حجم الركام الموجود، 10,000 يعني كل كيلومتر بيرموا عليه 32 لو خلاف 82 ألف قنبلة. خلاف بقى حضرتك وأنت بتشيل الركام هتلاقي جثث، هتلاقي يعني انت الموضوع مش، وبعدين المناخ العام اللي موجود هناك دلوقتي، الريحه بسبب الاموات وبسبب انتشار المجازر اللي انت عاملها عشان تعيد الامر من 14 سنه يعني انت عشان تزيل الركام وتعيد احياء 14 سنه عشان تقعد تعمل ده، فهنا دي جرائم حرب لن يستطيع احد اخفائها. والانقاذ، نتنياهو بيقامر براسه يعني هو يعلم عاجلا او اجلا سيقدم كمجرم حرب، هو بيحاول ان يعني يطفي على القضيه، يطيل امد القضيه لاطول وقت ممكن، وبالدم يعني هو بيحمي نفسه من عقوبات الدم بمزيد من الدم، بيحمي نفسه من جرائم القتل بمزيد من القتل. هنا الجهود المصريه، يعني بتركز ليل نهار هذه الأيام على عدم الإقدام على اقتحام رفح الفلسطينية، لأن الاقتحام هيبقى له يعني أضرار مخيفة جدا لا أحد يمكن أن يتخيلها، أنت داخل بالدبابات والمصفحات والصواريخ وسط المدنيين، فهيبقى عشرات الآلاف من الشهداء هيسقطوا جانب الشهداء الآخرين. طب بغرض ايه؟ طب ماذا تريد ان تحقق في النهايه؟ القضاء على حماس؟ طب ما هو في مبادرات، انت بقالك 200 يوم، انت بقالك 200 يوم شغال ولن تستطيع القضاء على حماس، لا انت عملت ما يعمل بالسلاح اللي معاك، لن تستطيع، وما افرجتش عن الاسرى تبعك. ما هو ده يعني هو قالب الدنيا كلها، عشان عندهم دلوقتي تقريبا 250 اسير مقابل هذا العدد الكبير من الشهداء الاخر. طيب ما هو لازم يعني يوقف القتال ويبقى في فكره الحل النهائي والسماح باقامه الدوله الفلسطينيه، وهتعيش هذه المنطقه في حروب الكراهيه لسنوات طويله، الدم والقتل والشهداء يعني ده لن يتم نسيانه بمجرد قلم. نتنياهو ارتكب جرائم سوف تدفع اسرائيل ثمنها عشرات السنوات القادمه. والسيد الرئيس قال قبل كده ان موضوع الكراهيه، ان انتوا بتزيدوا الكراهيه، بتخلوا المنطقه، انه فكره ان المواطن العربي نفسه طول ما هو شايف مثل هذه الامور بتتعمق جواه، يعني خلاص بتتكون جواه مشاعر غضب اكبر تجاه اسرائيل وتجاه اليهود وتجاه، فالامر مش 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 سهل يعدي. صحيح. وبعدين يعني اسرائيل بتطلب التطبيع مع الدول العربيه، بتطلب ان تعيش عيشه طبيعيه وسط المنطقه العربيه، هي لسه هتطلب بتطبيع، كيف يحدث ذلك؟ يعني نتنياهو عاد باسرائيل للخلف عشرات السنين، كل محاولات التعاون وكل الخطط اللي كانت معموله، عدوان على غزه نهى كل هذه الامور. يعني عايز اقول لك يعني لن يجرؤ يعني زعيم عربي او شعب عربي ان يصافح الاسرائيليين، لن يجرؤ. انت هتصافحهم هتواجه ازاي؟ دول قتله وايديهم مخضبه للدماء. يعني لن يجرؤ اي زعيم عربي ان هو يتقابل مع نتنياهو في هذا الوقت، في هذا التوقيت، في هذا التوقيت. انت قتلت الاطفال وقتلت النساء ودمرت غزه، ويعني فعلت ما لا يفعله هتلر النازي مع فلسطين ومع اهالي غزه، ازاي بقى باي وجه
تطلب ان يبقى ليك علاقات طبيعيه باي وجه، تطلب ان يبقى في مباحثات مع زعماء العالم. وانا اعلم جيدا ان الرئيس رفض الرد عليه اكتر من مره، لان مش هيرد على واحد يعني دراكولا مخضب بالدماء يعني. فاسرائيل الحقيقه زرعت الكراهيه في هذه المنطقه، زرعت فكره الصقر لسنوات طويله قادمه، وهو بيفكر كمان في الاقتحام. الاقتحام ده هيبقى يعني نهايته، وممكن يكون نهايه دوله اسرائيل، لان انتوا عايشين في طوفان من الشعوب العربيه الاسلاميه المليئه بالغضب في قلب المنطقه. طيب يعني انت ماذا تريد؟ ما احنا لازم نفكر من ناحيه حماس يعني، على برضو من الجانب الاخر على قاده حماس انهم يبحثوا عن طرق للتخلص من هذا الامر الخطير. على الاقل يبقى في وحده الصف الفلسطيني. وما فيش وحدة، ما فيش وحدة صف فلسطيني، في صراع على سلطة، على كعكة سلطة لم توضع بعد على المائدة، صراع على كعكة الدم والضحايا والجثث. فلازم هنا يبقى وحدة صف فلسطيني نعلوا فوق المطالب الشخصية. التاريخ بيقول نتمنى من التاريخ ربنا، نتمنى لكن التاريخ انه يحصل في وقت من الاوقات، لان الشعب الفلسطيني هو اللي بيدفع الثمن. فالنقطة الأولانية هي وحدة الفصائل الفلسطينية حول هدف واحد. الأمر الثاني المهم حماس، المستقبل لحماس، هل هو مستقبل سياسي ولا الكفاح المسلح؟ يعني هم أعلنوا عز الدين القسام تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. في ظل الظروف الدولية، في ظل موازين القوى، أصبح هذا الأمر صعب. تتذكر احنا صعب ولا مستحيل يا أستاذ؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل في ظل الظروف الدوليه. تتذكر اننا يوم اول ما اندلعت احداث الطوفان الاقصى طرحنا سؤال مع بعض، قلنا بتجرد شديد، هل تستطيع حماس ان تنتصر على اسرائيل؟ وقلنا بالقطع لا، في ظل توازن القوى وفي ظل الدعم الامريكي الكبير لحماس. ده السادات يعني جف في عز الحرب وقال لك انا بحارب اسرائيل ما اقدرش احارب امريكا. وهذا هو القائد العاقل اللي بيحسب المواقف، اللي بيبعد عن شعبه كل المخاطر، اللي بيضحي عشان بلده. يعني اصل هي الحروب في الاخر مش كر وفر، وليست الحروب في الاخر استعراض عضلات، وليست نزهه، وليست نزهه ولا فسحه ولا هتافات في الميادين ولا بالروح بالدم. يعني كله ده خلاص، يعني عصر هذه المراهقات السياسية انتهى. أنت الآن أمام موازين قوة جامدة جدا. يعني أتذكر في أحد، طب هو مين اللي انتصر دلوقتي يا أستاذ كرم؟ يعني لا حماس انتصرت ولا إسرائيل، بلاش أقول الفلسطيني، يعني لا حماس انتصرت بالشكل العام، هي تقول إنها انتصرت. الاثنين اتهزموا، الاثنين اتهزموا، الاثنين اتهزموا. طب ومن انتصر؟ خلينا بصراحة، دي حرب ليس يعني فيها، يبدو انه ما حدش انتصر خالص. دي حرب ليس فيها منتصر ولكن فيها مهزوم. يعني اسرائيل بتعاني من هزيمة كبرى وتصدعات في الداخل، حتى لو تحقق لها الحلم المستحيل بالقضاء على قادة حماس، ولكن هتعاني من تصدعات، ودلوقتي في مطالبات بلجنة تحقيق قضائية تحقق في جرائم الحرب. مظاهرات وجرائم نتنياهو نفسه، يعني ان لم تكن جرائم حرب فهو عنده مشاكل قانونية، والمفروض ان هو معرض للسجن. هو بيحتمي، انت بتهرب من ده بيهرب، بيهرب من النار لنار اكتر، بيحتمي من المطالب الداخل اسرائيل بمحاكمته وبعزله بقتل مزيد من الفلسطينيين بالتهديد. يعني ده تصريح، حتى لو لم توافق امريكا على خطة الاقتحام سنفعلها، سنقتحم. يعني هو بيتحدى الرأي العام العالمي، بيتحدى الدنيا كلها. بس الى متى؟ عند لحظة يا أخي اتعظ من مصير هتلر، فعل نفس الشيء وتصور أنه سيغزو العالم ونصف الكرة الأرضية. وعند لحظة معينة انتهى هتلر وانتهت النازية، وهيبقى مصيرك نفس المصير. التاريخ مش هيرحم والأحداث مش هترحم على فكرة، ولو بعد حين، ولو بعد حين. فخلي بالك يعني إيه، آدي بقى هنا الوجيعة اللي عند الدولة المصرية، وجيعة بجد. يعني انت بتحاول انقاذ الشعب الفلسطيني، بتبذل مجهود بالليل والنهار، انت لا تنام بالليل والنهار، واتصالات مع كل دول العالم. طب يطلع تقرير في الصحافة الامريكية والناس تفضل تروج لي المنتفعين والاشرار، يعني بياخدوا مثل هذه التقارير ويروجوا ليها، زي ما حضرتك تفضلت انه كويس حضرتك يعني
مصادر مسؤولة بتتكلم أو مصدر مسؤول النهاردة بيتكلم عن أن الموقف المصري ثابت لم يتغير ولن يتغير، وأن مصر مع القضية الفلسطينية، وأن مصر ضد التهجير، وأن مصر ضد موضوع رفح، وأنه ليه التقارير اللي هي المشوبة دي يعني دي بتطلع بعض التقارير للتشكيك في الموقف المصري، لأن هو الموقف الصلب والموقف العنيد، وهي بصراحة هي مصر اللي شايلة القضية الفلسطينية على أكتافها. يعني كده يعني قول لي مين دولة أخرى متحملة هذا الهم غير مصر من 70 سنة، وانت دخلت حروب من 48 و 67 و 73 ولحد دلوقتي انت شايل القضية الفلسطينية، وتأثرت كتير بموضوع 7 اكتوبر ده. انت تم استنزافك وإفقارك بسبب هذه الحروب المتصلة. فهنا لابد، ومع هذا أين بدورك كما ينبغي. طب عايز اقول لك حاجة برضو، ليه التشكيك في دور مصر؟ ده الرئيس السادات الله يرحمه وهو بيعمل السلام سلام الشرق بعد الدول العربية اتهموه بالخيانة. ما جه من هاوس جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية القائد اللي ضحى بحياته. آخر حاجة جمالها عملها جمال عبد الناصر قبل ما يموت المصالحة الفلسطينية الأردنية، ودع أمير الكويت في المطار ثم ذهب إلى بيته وتناول كوب من عصير البرتقال وأسلم الروح. عاش من أجل فلسطين ومات من أجل فلسطين. عبد الناصر اللي عاش من أجل فلسطين ومات من أجل فلسطين تلقى حملات من الهجوم الضاري اتهمته بأنه لا يصلح قائدا للأمة العربية، لا يصلح زعما، اتهمته بأنه باع القضية الفلسطينية، وزجوا به زجا في حرب لم يكن مستعد لها، حرب 67. الراجل كان متجه للتنمية والبناء، ويمكن لو رجعنا لخطاب جمال عبد الناصر في عيد العمال 1 مايو 67، الحرب كانت في يونيو قبلها بشهر، الراجل عنده أمال وطموح وهنبني وهنعمل، هوب فجأة في أقل من شهر نفس أبواق الشماتة دي تحدث الراجل واستفزه من ناحية وإسرائيل من ناحية تانية. يعني محدش سلم، مفيش رئيس مصر سلم من سلم من ده. فإحنا مستغربين بقى إن مصر بتتعرض لتشكيك. يعني آخر موجات التشكيك يقولوا إيه؟ إن في اجتماعات ما بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين عشان حكاية الاقتحام. مصر ما ناقشتش موضوع الاقتحام لأنها ضد الاقتحام، ولكن مصر بتناقش الموضوع بتاع الهدنة، إدخال المساعدات، وقف إطلاق النار، فتح أفق التسوية السلمية السياسية. بيتكلموا برضو فترة تاني عن إن إيه؟ إن أمريكا، ما أنا معرفش الكلام ده بيجي من أمريكا، بتدرس مع مصر حكاية ناس بتروج تأمين الحدود عشان تهريب الأسلحة. تهريب أسلحة إيه؟ إحنا رحنا، يعني إحنا شهود عيان، رحنا شفنا منطقة رفح، ده مصر عاملة جدار عازل كبير جداً مش من اجل البتاع، عشان تحمي حدودها وتحمي امنها وتحمي استقرارها، وده عيب. ومنطق وده عيب. العريش ده محاطة. بص العريش ده محاطة، ده قمة الحفاظ على امنك واستقرارك، ده تمن وباهظ، ده انت دفعت مليارات المليارات. العريش محاطة بسياج امني، يعني اعمدة خرسانية 3 امتار تحت الارض، 3 امتار فوق الارض، لو استخدمت ده في بناء مدينة هتبني مدينة تاخد 1 مليون أو 2 مليون مواطن. كل ده انت بتدفع تمن تأمين حدودك وتمن استقرارك. فتيجي بعض الناس يقول لك اصل ايه عايزين يمنعوا تهريب الأسلحة. تهريب أسلحة مين؟ ده ايام الرئيس مبارك الله يرحمه عن الشيء يذكر، اسرائيل قالت ايه بقى؟ الأسلحة بتتهرب عبر الأنفاق، وكانت غزة في هذا الوقت تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. فرد عليهم قال لهم ما هو النفق له فتحتين، ما تقفلوا الفتحة اللي عندكم. يعني هي ايه؟ كلها أكاذيب. جه رئيس عربي قال ايه؟ قال احنا على عبد الله صالح يرحمه، لك احنا مش بنحارب إسرائيل ليه؟ عشان ما فيش حدود مشتركة. قال طب تعالى خد حتة أرض وهات جيشك وحارب. يعني أنا عايز أقول إن حرب الأكاذيب دي مستمرة، ودي يجب انها برضو يعني ما تضعفش عزيمتنا. احنا شايلين القضية الفلسطينية ايا كانت الاكاذيب، بس نؤكد تاني، نعيد تاني، الموقف المصري ثابت منذ اللحظة الاولى لاندلاع الصراع ولم يتغير حد الان، واحنا بنقود تحالف دولي كبير جدا لاعادة احياء القضية الفلسطينية. بس انا عايز اقول الحقيقة في الوقت ده، يعني الجهود المصرية كبيرة، بس انا اتمنى يبقى في مظلة عربية لدعم هذا الموقف. الهدف الحالي ايه؟ منع اقتحام غزة والتحذير من المخاطر الرهيبة لهذا الامر.
الامر اقتحام رفح، اقتحام رفح الفلسطينيه. الامر بيتطلب دعم عربي، دعم عربي اكتر من بيانات الشكوى. مش موجود يا فندم؟ لا مش موجود. يعني انا اتمنى نقول يا جماعه احنا كلنا كعرب احنا بننادي بعدم يعني تأييد المصري في عدم اقتحام رفح الفلسطينيه. يعني اظن ده موقف ما حدش اختلف عليه. طب لو حصل الاقتحام يا فندم، بص يعني حضرتك قلت دي يعني ايه نتائجه لا تحمد عقباها، يعني خلاص احنا وصلنا. بالنسبه لكن انت متوقع بحكم خبرتك يعني انه في ظل الاجواء دي هل متوقع حدوث اقتحام؟ انا لا اتوقع حدوث الاقتحام رغم الرغبه المجنونه عند نتنياهو، ولكن الضغوط الدوليه كبيره جدا. بالنسبة هنا لمصر أنا من موقفها إن هنا مصر مستعدة لكافة السيناريوهات واتخاذ الإجراءات المناسبة طبعا لتطورات الأحداث. أنت مستعد لكافة السيناريوهات ومستعد تاخد كافة الإجراءات، ده يعني ده ما يمكن قوله. إيه بقى السيناريوهات إيه الإجراءات؟ إحنا عندنا يعني لجان رفيعة المستوى برئاسة يعني بتدرس الأمر وبترفع الرئيس الجمهورية وبتحط أمامه كل البدائل. لكن انت بتبذل دلوقتي المجهود الا يحدث الاقتحام، لانه لو حدث الاقتحام ده هتبقى جريمه كبرى. يعني ال 200 يوم كوم والاقتحام اللي جاي ده هيبقى يوم كوم تاني. فانت بتحذر وانت بتنبه العالم وانت بتتصل اتصالات مستمره مع زعماء العالم كلهم للتحذير من هذا الامر. لكن يعني هو يعني التصريحات اللي جايه من نتنياهو بيقول انه خلال ايام هيحدث اقتحام، لكن يعني كل الشواهد بتقول يعني هيبقى في انفراج، يعني انه يبقى بقى في مباحثات متقدمه للافراج عن الاسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن، يبقى في مباحثات هدنه طويله الامد، يبقى في تفكير الامن في غزه بعد انتهاء هذه المشكله. ويجب ان تتعامل كل الاطراف مع مشكله الامن في غزه في اليوم التالي لوقف القتال بموضوعية شديدة جدا، ويبقى في تطرح جميع الملفات العالقة بين إسرائيل وحماس أو بين إسرائيل والفلسطين. وأما ملف الأمن، أمن غزة بيبقى مسؤولية مين؟ لازم يبقى في تفاهمات، يعني لا ندفن رؤوسنا في الرمال، ولكن يبقى في تفاهمات. هل الأمن هتبقى في قوة فلسطينية واحدة وده الأمر الواحد، قوة فلسطينية تتولى حكومة فلسطينية واحدة تحكم غزة والقطاع، رئيس فلسطيني واحد؟ ننسى بقى حكاية يعني ايه، طالما في تعهد دولة وطالما في اتفاق على انشاء الدولة الفلسطينية في تاريخ محدد، يبقى ما فيش داعي لمسألة الكفاح المسلح. الكفاح المسلح الغرض المشروع منه تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية، فإذا كان ذلك سيتحقق بالسلم فما الداعي لسقوط مزيد من الشهداء؟ بقى برضو ما ممكن يكون الرد، ما احنا من 48 لحد النهارده ما حصلش اي تقدم. ما حصلش، ما هو ما احنا بنقول بدايه وحده الفصائل الفلسطينيه، ده اول وده حاجة. انا يعني والله يعني انا مش عايز انا مش عايز اقول ان انا سالت السؤال ده للرئيس ابو مازن. رد على حضرتك؟ رد كان صعب شويه. قال لك صعب؟ صعب، لان هم متفقين منذ. طب وازاي انا 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 صاحب القضيه، يعني انا جوه البيت والبيت مهدد، ما هو لازم اعضاء البيت يقربوا من بعض شويه. اعضاء البيت الاب والام والابناء كل واحد منهم في حته، لازم يبقى مين اللي هيدافع عن البيت؟ ما هو هي المشكله بعد اتفاق اوسلو واعتراف الرئيس ياسر عرفات باسرائيل وحقها في الوجود، خرجت الفصائل حماس على واتهموه بالخيانة والعمالة ونزعوا اعترافهم بمنظمة التحرير. طيب انت يعني استمرت منذ هذا التوقيت يا من مين هاوس يا استاذ كرم؟ من مين هاوس؟ مين هاوس ده؟ ولما عرض الرئيس الراحل انور السادات، تعالى يا عم عرفات تعالى والقضيه بتاعتك هتتحل وقضيتنا هتتحل وانا سعيد ارضنا، ومش لازم تستعدها بالصوره المطلوبه وتقول وتعمل وبتاع، انت فجاه يعني خلاص ومتفق وما جاش. انت في مصر دخلت حرب 73، اخر منطقة حررتها كانت طابة، كانت سنة كام؟ 82 89 تحرير سيناء 89 طابة 89 يعني انت قعدت 16 سنة مش كده؟ 26 سنة. انت من 82 ل 89 السبع سنين دول انت بتعمل كل المفاوضات يعني السلمية عشان تستعيد طابة، عشان تستعيد طابة اللي هي كيلومتر تقريبا او حاجة كده.
فانت استعدت دي في 7 سنين ومعاك جبابره. ده انت لا يعني يعني معاك يعني انا عايز اقول دكتور نبيل العربي والدكتور مفيد شهاب وقامات قانونيه عظيمه ودكتور ينان لبيب رزق والدكتور عصمت عبد المجيد. انت معاك ناس لو كل واحد منهم بس اتحط في دول ميزان دول بقى ايه يعني دول جنرالات. ايوه في الحرب الدبلوماسيه ولا تقل عن الحروب العسكريه. ده انت قعدت تتسلح بالوثائق وبالمستندات وبالك طويل. وايه بقى مش هسيب شبر واحد من وما سابش من ارضك وما سابش. فهنا ده بس كان ايه بقى كل المصريين على قلب رجل واحد واقفين وراء الدوله من اجل تحقيق هذا الهدف المقدس. هذا نقطه مهمة. لكن احنا مختلفين. ليه فكره الالتفاف حول القياده حول الدوله وحول القياده. هنا ما عندي هناك ما عندناش مفيش. فهنا عشان نبدا نوقف المجزره اللي في غزه دي نلتف ومفيش التفاف. تيجي بقى حماس كده تقول ايه احنا مع قيادة فلسطينية واحدة ونترك ده. ما هو بيخوف دلوقتي في خلاف ما بين يعني يعني حماس التنظيمية على المستوى السياسي وحماس القتالية في الميدان. يعني انت خد التنظيم وانا خد دي وانا خد دي سيب دي وانا سيب دي. يعني ما ينفعش يعني باسم كل شهيد من 34,000 وما قبلهم والنساء والاطفال يجب يعني اننا نتحد من اجل هدف واحد من اجل ان ننقذ الاطفال والنساء والشيوخ. يا جماعه دي غزه دي زي ما بتقول تقارير الامم المتحده 14 سنه عشان تشيل الركام اللي فيها وعشان تبدا تعمل المستشفيات. في يعني بدا يطلع كلام من امريكا عن خطه لاعمار غزه وهم بيعملوا الميناء البحري دلوقتي. ننتهز الفرصه اعاده بناء المستشفيات اعاده بناء المرافق المياه والكهرباء واعاده بناء والله يا فندم هنعيدها تاني ونعمل اعاده اعمار. طب ما انت لو عملت اعاده الاعمار وظل الخلاف هتتهد بس ما دي اللي انا اقصده ان نفس الافكار ونفس التوجهات ونفس الدماغ رايحه في الحته دي فخلاص. فانت ممكن في اي وقت وبعدين احنا مش شفناش اصعب من اللي حصل في غزه من 7 اكتوبر لحد النهارده. اعتقد بحضرتك تفضلت ما هو انت عارف ده اصعب ما يمكن تصوره. ما هو كانت نكبه فلسطين 48 لكن 2023 دي النكبه الكبرى الكبرى يعني وعلى عينك على عيني على عين العالم على والعالم ساكت مباشره والعالم ساكت على الهواء والعالم بص يعني ضمير الانسانيه ضمير مات. البشريه مات بقى متبلد والله متبلد. مات ما هو يعني الناس بتقعد تتفرج على ما يحدث في غزه. صحيح الاطفال يعني اللي شايلينهم مش قادرين ياخدوا نفسهم تفضلت النساء والكلام ده قاعدين يتفرجوا كانه فيلم من افلام السينما الامريكيه فيلم رعب كده دراكولا ولا بتاع. صحيح نقعد نتعشى نتفرج على الفيلم يا جماعه ده بشر بيقتلوا. صحيح المشاعر الانسانيه بتذبح. صحيح يعني ده يعني اكتر بجد بقى اكتر يعني شعب يعني بيتمزق من المأساة دي مصر هنا المصريين. شوف مشاعر الناس شكلها ايه. الناس بتبكي في الموت. لا بكل الاحترام بكل يعني الاحترام الحقيقه جرعة كده معلش خاصه بالقضيه الفلسطينيه في هذا الجزء من الحوار لانه كان مطلوب. ويعني اعتقد الاستاذ كرم هو بيتكلم برضو كان لازم نسلط الضوء على الدور المصري وموقف الدور او موقف مصر من ما يحدث في غزه مهما حدث ومهما يحدث موقف مصر ثابت من هذه موقف القتل. شريف في زمن عز فيه الشرف. هاخد فاصل ونرجع نكمل مع استاذنا الاستاذ كرم جبر رئيس مجلس الاعلى للتنظيم الاحلامي. عدنا لحضراتكم ونكمل حوارنا مع استاذنا الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. كل سنه وحضرتك طيب. 25 ابريل ومصر كلها بخير مرور 42 عام على تحرير سيناء. كنت بتكلم انا امبارح على فكره تحرير سيناء 25 ابريل والتحرير من الارهاب بقى والعشر سنين اللي فاتوا والعملية التنمية اللي شغالة والآخر. فدي أول سنة السنة دي نحتفل بانتصار أو تحرير سيناء مع الاحتفال أيضا أو مع التأكيد أيضا على
القضاء على الإرهاب في سيناء والذي استمر أكثر من 9 سنوات. يعني عندما أنظر لأحوال المنطقة وما يحدث في الأراضي الفلسطينية أترحم على الرئيس السادات، أقول كده ألف يعني الله يرحمك، كنت قائدا تاريخيا يقرأ المستقبل ويتنبأ بالأحداث، والراجل كان يعني عارف أنه لا يمكن يرهن قضية بلاده على حالة ألا سلم ولا حرب، كانت تستمر فترات طويلة، فأقدم على مبادرته الشجاعة وسماها سلام الشجعان، كان سلام شجعان فعلا. واستطاع يعني بجهود دبلوماسية تحررت سيناء. كانت الحرب الأكثر يعني شراسة وقسوة، والعدو الأخطر من إسرائيل هو الإرهاب، ودي استغرقت سنوات. صحيح. صحيح. ودفعنا فيها تضحيات كثيرة جدا، فاتورة باهظة، أعظمها طبعا روح الشهداء. روح الشهداء أعظمها يعني طبعا. أنت لما بتحارب جيش نظامي بيبقى في ميدان قتال، انت عارف العدو، عارف امكانياتك وامكانياته في عارف توازن القوى، لكن لما بتحارب عدو زي الارهاب ده يعني وسط الجحور والشقوق، بعض يعني الناس يقول لك في يعني ضباط اللي كانوا بيقاوموا الارهاب بيقولوا انه بعض الناس بيبقوا قاعدين معاهم في الصبح، وبعدين لما بيعملوا عمليه ضد الارهابيين يجدوا دول اللي قاعدين معاهم من القتلى، يعني ارهابيين ولكن يعني بيتخفوا. الإرهابي ده بيعيش معك في البيت وفي الشارع وفي القهوة، ملوش علامة مميزة. فلذلك كانت الحرب قاسية جدا، عبر عنها أحد القادة اللي تولوا الحرب ضد الإرهاب، قال احنا كنا بنفتش تحت الأرض وفوق الأرض. صحيح. وكانت معركة في منتهى الشراسة. الأطماع اللي كانت أطماع كبيرة. كان مقدرا أن تتحول سيناء الى مستنقع للجماعات الارهابيه في العالم، وخرج واحد ايامها قال ايه، قال احنا هنجيب كل الارهابيين في العالم يتوطنوا في سيناء عشان ندير المنطقه والعمليات من خلال سيناء. نتذكر في احد العمليات دخلوا الارهابيين وكانوا هيعلنوا قيام ولايه سيناء ورفعوا الاعلام وكده، لحد البرث لما دخلوا البرث يعني وانت شفت بقى القوات المصرية استطاعت ان تقضي على هذا الامر للآن. في فترة حكم الاخوان كانت اللي بيتكلموا على الحدود دلوقتي كانت الحدود مفتوحة رايح جاي رايح جاي، الناس يعني يبقوا الصبح موجودين في سيناء، بعد الظهر يبقوا موجودين هناك، وبعدين يرجعوا يتدربوا على السلاح. يعني كانت العملية مش محددة. انت استطعت ان تؤمن سيناء عشان تدخل بيها في خطط التنمية. خطط التنمية سيناء يعني طول عمرها. طب ارجع لخطه التنميه دي، بس اسالك برضو من وجهه نظرك، انا ما بحبش ارجع للماضي كتير، بس لو كان حكم الاخوان استمر اكتر من سنه، يعني استمر الاربع، كان بعض بيطالب انه يستمر الاربع سنوات المقدر ليه بحكم الدستور وبعدين يبقوا تخش، لو كانت الاربع سنوات. بص لو استمر حكم الإخوان سيبك يعني إيه سيناء جانب المشكلة، لكن مصر كلها، مصر ما كانتش هتبقى مصر، ولا فيها لون مصر ولا شكل مصر ولا ثقافة مصر ولا حضارة مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو بصيت على القضاء كان هيتم إخوانته زي النائب العام الإخوان اللي جه فترة من الفترات الحكم بال يعني بغير القانون وبغير السند. الشرطة انت شفت الضباط الملتحين يعني اللي واقفين في الميادين ويعني دهدوا النظام المؤسسي للشرطة المصرية. كنت هتبص الجيش، طبعا الجيش حاولوا انهم يخترقوا لكن الجيش فضل يعني ثابت وهو اللي استطاع ان يسترد كل اركان الدولة المصرية. الثقافة كانت مش هتبقى الثقافة، النشيد ما كانش يعني النشيد. هوية البلد إلى زوال. إلى زوال. النشيد كان هيبقى صليل الصوار اللي انت شو اللي سمعناه كلنا. حتى المدارس نفسها يعني ما كانتش هتبقى المدارس بقى، كانت هتبقى مدارس إخوانية ومدارس للمتطرفين، كان هيختفي العلم وكان هيختفي النشيد، ما كانش هيبقى في أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا طه حسين ولا العقاد ولا الكلام ده. ولكن كانت هتبقى ثقافة التطرف، ثقافة التطرف اللي بتحرم تهنئة المسيحيين في الأعياد، اللي بتقول نفرض عليهم
الجزية اللي بتقول نهجرهم من مدنهم وقراهم، دي كانت هتبقى الثقافة اللي سايدة. انت فاكر في المنصورة كان في تمثال لأم كلثوم في الميدان، راحوا وسيناء بقى كانت كانت ضيعة. سيناء بقى يعني خلاص بقى، انت يعني تتذكر احنا الولاية الولاية سيناء يعني كانت هتبقى ولاية سيناء وكانت هتقود يعني الحرب القذرة في مصر كلها. وانت شفت طبعا بعد 25 يناير اقتحام السجون واقتحام الاماكن، ما كانتش مصر هتبقى مصر، لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا يعني شكل ولا علم ولا نشيد ولا شرطة ولا جيش ولا قضاء ولا مثقفين ولا الكلام ده، كانت هتبقى دولة تانية. دولة تانية هم قالوا احنا هنحكمها مش 4 سنين 500 سنة. الديمقراطية بالنسبة لهم، واحد منهم قال دي زي عربة الشيطان، ده عربة الشيطان نركبها مع العلمانيين والكفرة لحد ما نوصل لهدفنا وبعدين نقفز من العربة ونحرقها بمن فيها. ده منطقهم زي كده. اتذكر ان احد الاحزاب مطلع بيان يومه يتكلم عن الانجاز، العلمانيين الانجاز والصحفيين ويقول لك ايه يعني جهزوا اعواد المشانق. الفاص صعب قوي يعني اعواد المشانق ونسحقهم. انت هنا في مدينه الانتاج الاعلامي مش كانوا عاملين لك صحيح صحيح كانوا عاملين معسكر بره حمامات، وبعدين راحوا المزرعه بتاعه وزاره الزراعه خدوا سرقوا العجول والبتاع بداوا يعملوا ولائم وزمان. وكان اللي يطلع يفتشوه كان بعض الاعلاميين يعني بيدخلوا من ابواب الخلفية. كنا في وقتها شغالين، مش راحوا اقتحموا يعني شغالين اقسام شرطه يعني كان هي ده لو استمروا في الحكم ما كانتش البلد هتبقى البلد، يعني كانت هتبقى بلد تاني بمشاعر تانية. لذلك انا يعني كنت بتكلم يمكن معاك من شويه فكره ان هذه الفتره محتاجه تاريخها يتكتب بمصداقيه عشان الاجيال الجديده تعرف ايه اللي حصل. الامم اللي بتتجاهل عن تاريخها او بتنسى تاريخها بتنسى مستقبلها. اعتقد الوثائقيه عملت حاجه في الاطار ده او ممكن تعمل حاجه في الاطار ده. ده يبقى عمل، يا ريت يبقى عمل عظيم تتبناه الشركه المتحده اللي هي اعاده توثيق هذه الفتره. بس توثيق ايه بقى؟ توثيق حدثي يعني اللي هي من بعد الثوره ولا من اثناء الثوره؟ والله بص انا اركز على يعني الفتره اللي هي قبل 2014 قبل 30 يونيو وبعدها بشويه. 30 يونيو ليه بالذات؟ لان انت في العهود السابقه يعني مصر كانت ملكيه وبعدين قامت ثوره 23 يوليو، بس شكل الدوله فضل قاعد. يعني ثوره 23 يوليو لم تختل الفن ولا الثقافه خالص ونمت ده، ولم ترتكب مجازر ضد الوفديين ولا ضد الملكيه ولا ضد يعني ادي مثلا يعني فضلت مصر محتفظة بمقوماتها الأساسية بعد ثورة 23 يونيو، لكن دول بعد 30 يعني قبل 30 يونيو جايين يعني يغيروا البلد نقطة ومصر تبدأ من أول السطر في الثقافة وفي العلوم وفي الآداب. يعني أنت شفت يعني إحنا كلنا عشنا الفترة فالفترة دي محتاجة رصد دقيق من أجل الأجيال القادمة. ومن لا نترك هذا الأمر لغير المصريين، لا طبعا يبقى ممكن غير المصري يروح طب تعالى وينفق ويدوم بشكل محايد صحيح وبشكل رصد دقيق جدا. وبعدين نسيب بقى من اراد التحليل، من اراد الدراسه، من اراد بس تبقى عنده الماده الخام اللي يعتمد عليها. احنا في فتره من الفترات برضو عندنا مشكله في تناول الحقب التاريخية. يعني انت تلاحظ مثلا الملك فاروق تم اتهامه بأنه كان مش عارف النساء والأكل، لكن يعني احنا شفنا ده، لكن اما درسنا الفترة دي فاروق ما كانش كده، لأنه في تحامل عليه ما كانش كده، لأنه اللي كتب هو اللي بيلون في أهواء شخصية. مثلا الرئيس جمال عبد الناصر، يعني أنا عاصرت الفترة بتاعته يعني فترة ذاخرة بالوطنية والكفاح، يعني أعاد الروح الوطنية للمصريين وارفع رأسك يا أخي. بعد ما مات إيه بقى؟ عملوا له الفيلم بتاع إحنا بتاع الأوتوبيس والبريء، أظهروا اختزلوا الفترة بتاعت عبد الناصر في الشكل ده في التعذيب. والراجل يعني في أكيد في بعض المشاكل، في بعض العقبات، في بعض القرارات الخاطئة. ما أنا مش نبي أو بعدين أنا بحكم دولة، لكن كل زعيم ما ينفعش ياخده في الحته دي بس ناخد الفتره، خد التاريخ ككل، الفتره التاريخيه بتاعته في ظل الضغوط والاحداث اللي حصل. يعني ما انزعش يعني استاذ كرم، لما انا باجي ابص
للفيديوهات لما بتيجي تتكلم على 30 يونيو وسيادة الرئيس قاعد وهو وزير دفاع وقاعد حاطط ايده على كده وجنبيه رئيس الوزراء وقتها وقاعد واخر خطاب للرئيس محمد مرسي وسيادة الرئيس قاعد كده النظرة دي فيها كتير. هل النظره انا يعني نظرة لا بجد والله انا طبعا. انا حد سال سيادة الرئيس عليها قبل كده لكن الحقيقه انا مش عارف يعني هو كان بيفكر في وقتها بص ما يعني هو بص التلت ساعه اللي قعدهم دول انا بتهيالي هو قبلها دول 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 تركت سنين فاتت وهو في سنين جايه ده راجل حاسس انه لو حاسس. الامر ده ما كانش نجح طبعا كانت هتبقى في كارثه. انا ضابط كبير في الجيش يعني بيقول لي يعني بيقول والله العظيم بيقول انا كنت بدخل الاوضه بتاعتي اقفل الباب عليا بعد يناير وكنت اقعد ابكي بالدموع. هي دي مصر اللي ضحينا عشانها، هي دي مصر اللي عملنا يبقى مصيرها كده، هي دي مصر. كانت الناس بتبكي للدموع. شوف الحفله صعبة. اللي كانت في بتاعه الحفله اللي كان حضرها والفنانين وقاعدين يعيطوا اوعى تسيب مصر، مصر امانه. فبيقولوا المشير ايام اوعى مصر امانه في علاقه مصر هي كان الجيش كلنا بكينا يا جماعه يعني اصل دي بلد يعني دي بلد عظيمه رغم حضرتك برضو احنا عارفين ورغم حضرتك عارفين ان في مشاكل اقتصاديه وفي بعض المشاكل بيقن منها المواطن وفي تحديات بيقن منها المواطن وبتاع لكن أمال انا ما اجي افكر في 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 وضع سيناء في حد ذاته زي ما حضرتك تفضلت فكره احنا مش بنخاف حد والله ولا انا بقلل من التحديات الموجوده. الدكتور جمال شقره كان معانا امبارح والدكتور الاستاذ طارق معاصر بيتكلم ان الدوله المصريه من ده بيقول ان اليهود من القرن ال 16 هم حاطين مصر في دماغهم حاطين سينا في دماغهم اللي هي فكره مش ان انا اغزو سينا لا يجي وقت ان انا افصل سينا نتكلم عن الخروج ان انا افصل اليهود من مصر ودي عقده لحد دلوقتي ان انا افصل سينا بيتكلم ان 1892 1896 1800 وبعدين 1906 وبعدين الراجل راصد ومع هذا ولسه لحد النهارده هو بيتكلم الدكتور جمال شقره لسه لحد النهارده بيقول انه رصد فكره فصل يا فندم فصل سيناء عن مصر بيقول دي الفكره اللي مرادها وديناها على طول ده البريطانيين كانوا بيحلموا بده مش اليهود بس البريطانيين اتكلم فعلا عن ده الفرنسيين بيحلموا بده فصل يعني فهي سيناء يعني منذ بدايه التاريخ وهي بتتعرض لمؤامرات واخطار وبعدين شوف كل الغزوات والحروب بتاتي عن طريق صحيح عن طريق هذه البوابه فانت قدرت بقى انك تحررها رقم واحد من اسرائيل تحررها من الارهاب وبعدين نميها بقى تخيلوا بقى ان هم ايه يعني احنا حررنا سيناء عشان نسيبها لحد هنقف بقى هنقف فهنا لك. التنميه الحقيقه حضرتك حضرت مؤتمر مهم لرئيس الوزراء من فتره كنت موجود فيه وكنت بتكلموا على التنميه في العريش لما رحنا العريش بالظبط كده موجود. يعني انت شفت مشروعات ضخمه ومشروعات عملاقه صحيح. وانت بتضم اسرائيل بقى ضم واقع لاحضان الوطن يعني سيناء كده زمان وعلى فكره يعني المفروض القطارات هتشتغل بقى المفروض القطارات والمواصلات والناس تروح تعيش هناك انت دلوقتي بقت في درجه من الامن والامان درجه كبيره جدا يعني انا اتمنى يعني انت عندك الساحل الشمالي ده اتمنى ان يبقى في الساحل الغربي ها يا سلام ويجذب المصريين حلو الساحل الشمالي وتبقى بقى يعني الساحل الجنوبي والساحل الشرقي ايه المشكله بقى ده انا عايز اقول لك الساحل من اول ما بتعدي القناه لحد رفح والبتاع يعني مياه ساحره ومناخ اوروبي عظيم جدا جدا فده لازم يدخل خطه التنميه لازم يعني وبالفعل بدات مشروع كبير جدا يعني في خطه لاعاده تنميه سيناء جدا وسيادة الرئيس اتكلم عليها مليارات والقسطه دي باموال مصريه وبايدي مصرية عشان ننسى بقى الأطماع صحيح. اللي كانت قبل كده صحيح ده هياخدني يعني أنا بتكلم في التنمية وفي نفس الوقت برضو التخلص من الزروع الإرهابية إنجاز التعبير اللي كانت موجودة في سيناء فالحمد لله رب العالمين تطهير سيناء من هذه البؤر يعني نختم هذا اللقاء بفكرة كيف يتعامل بقى المواطن في ظل هذه الأحداث كيف يتعامل مع دولتي بص يعني احنا نبص اللي هو المواطن بقى اللي هو شايف الاسعار بترتفع وانه في سعر السوق وانه
الـ الـ الأمر بقى مضني بالنسبة لنا وإن إحنا مش قادرين يعني نتغلب على المشاكل الاقتصادية، كيف يتعامل المواطن مع هذه؟ أنا أحيي وأشيد ببعض تجارب المقاطعة لبعض السلع في بعض المحافظات، وأتمنى أيوة تعميم هذا الأمر في أكتر من مكان. يعني مش هنموت لو امتنعنا عن أكل اللحوم لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بس لازم تبقى في دعوة جدية عشان الناس تحط في عينها فص ملح. في حالات جشع كبيرة جدا، وفي حالات يعني استغلال للناس واستغلال للأزمات. أنا حضرتك بتؤيد المقاطعة؟ أؤيد المقاطعة، وأؤيد إن لازم تبقى منظمة مدروسة ومدروسة، وناخد السلع الأساسية، وفي رؤوس شغالة في هذا. يعني في يعني مثلا في فليمتنع الناس عن شراء السيارات لمدة 6 شهور. العربيات دي اللي يقولك مش عارف أوفر 500 وأوفر 400 ايه في ايه؟ يعني حضرتك شايف ان ممكن نمتنع عن شراء السيارات لمده 6 شهور؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يعني المشكلة اللي عنده عربيه يشغلها، خليها زي ما بيقولوا خليها تصدي. مثلا احنا داخلين على فتره الاعياد قبل العيد الكبير، وده عيد يعني استهلاك اللحوم. قبل العيد الكبير نقعد اسبوعين نمتنع عن استهلاك، مش هيحصل حاجه. ده بالعكس، ده الامتناع استهلاك اللحوم لفتره معينه ده نوع طعام صحي بقى. الناس تلجأ لبدائل اخرى. فهنا دي الدعوه لازم تبقى دعوه منظمه، عشان يبقى في تآلف ما بين الناس وما بين الحكومه. كمان الابلاغ عن حالات الجشع وحالات الخطر. يا ريت انت عندك يعني عندك قد مثلا 500 ألف نص مليون تاجر في مصر تقريبا، انا مش عارف العدد، بس تعمل رقابه، يتحط فوق كل واحد عسكري؟ لا طبعا مش هينفع. لا طبعا ولا مفتش. المشاركه المجتمعيه ونفعل كل ادوات عندك. يعني احنا من هنا اكتر من مره بنقول فين جمعيات رجال الاعمال، فين اتحاد الصناع، فين مش حمايه، فين الرقابه؟ وقلنا وطالبنا رئيس الوزراء بتفعيل العمليه الرقابيه وتفعيل الدور الرقابي في الاسواق والاخر. انت بتفعل، والراجل الحقيقه منفتح جدا. بس الحقيقه هي عايزه حركه مجتمعيه اكبر، لان زي ما بنقول مستحيل انك تحط عسكري او شرطي حوالين. هو اللي حصل في بورسعيد بخصوص الاسماك، الناس بقى واعتقد ان ده في نموذج في اسكندريه وفي دمياط. وفي دمياط اتمنى ان القاهره بقى بالعدد الضخم من السكان كده. حضرتك شايف ايه المنتجات اللي يحصل فيها مقاطعه وتجيب نتيجه؟ بص، المنتجات اهم المنتجات، احنا داخلين على العيد الكبير، فتبقى اللحوم نمتنع فتره معينه الى ان لمده اسبوعين مثلا، لمده اسبوعين ثلاثه. السيارات لمده 6 شهور. السيارات لمده 6 شهور. عندك مثلا انا كنت سعيد جدا في امبارح، كنت في احد المحل التجاريه فلقيت اكوام من السكر. ده خلاص السكر نزل والرز، بس هو مش مقاطعه لان هو السكر بقى مال السوق دلوقتي، وتقريبا الكيلو مش الفتره اللي كان فيها برضو الاستهلاك، بس موجود شوية. موجود. فهنا المشكله ايه؟ طب والله ما ببالغ. البيض، البصل، والله ما ببالغ. والله ما ببالغ كمان مره. انا بس انا اسف ان انا ما وقفتش اصور. انا لقيت عربيه من اللي هي بحصان دي بتبيع البصل، والله كاتب 5 جنيه. والله كاتب 5 جنيه. نزل كاتب 5 جنيه على البيت. البيض مثلا، البيض متوفر جدا غالي برضه. غالي. طب عايز اقول لك حكايه، وده على مسؤوليتي. انا عديت على السوبر ماركت اجيب كرتونه، لقيت حاطط السعر من 202 ل 212. 202 ايه؟ 202 ل 212 الكرتونه. ايوه، والمحل مليان على الاخر كراتين بيض. معقوله؟ فانت يعني بتعمل كده اقصاها 170 175. لا 202 202. طب انت بتعمل 200 جنيه؟ انت بتعمل كده ليه؟ وانت السعر ده هيستفز باقي الاماكن التانيه. دي بقى الحالات اللي هي عايزه الضرب بايد من حديد. طب حضرتك عملت ايه معاه؟ اخترت طبعا، يعني قلت يا جماعه ما مش هينفع كده. يعني انا بدات اتكلم مع الراجل، قلت له مش هينفع كده. فقعد قال لك المزرعه. يعني انت ما اشتريتش؟ لا طبعا لا ما اشتريتش وبلغت. طب ده على فكره ده ايجابي. ايجابي. اتكلمت مع احد، قلت له يعني في كذا كذا كذا، بس 200 ده يعدي 200 ده جنون. ما هو ده اللي بيستفز الناس. ده اللي بيستفز الناس. وبعدين المكان ايه؟ في من الارض للسقف كراتين. ما حدش بيشتري. طب انت مخليه بقى ايه؟ مخليه تعمل بايه؟ ما هو دي حالات الجشع وحالات امتصاص دماء الناس. فهنا دي مطلوب حركه مجتمعيه كبيره، تجار الازمات، لحد ان شاء الله ما نعدي الازمه دي يا رب. انا بشكر حضرتك شكر جزيل. حاله كده من حالات الايه الحقيقه، محطات تفضل بيها الاستاذ كرم جبري من
الوضع في غزة وموقف مصر من هذا الأمر وليبيا ورفح وبعدين الموقف في سيناء والتنمية في سيناء والجمال اللي في سيناء والعظمة اللي في سيناء. يعني حاسس كده ان سيناء ان شاء الله في الايام الجايه دي احنا خلاص يعني نروح بقى ونقضي اسبوع مصيف في العريش ونعيش الاجواء هناك ونشوف الشعب السيناوي الجميل العظيم في 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 محافظه شمال سيناء وجنوب سيناء برضو. شوف العظمه اللي موجوده والتنميه اللي موجوده ومبشر حضراتكم وتبشرونا انتم كمان بالعظمه الموجوده هناك باذن الله. بشكرك يا استاذ كرم شكر جزيل ويعني اطلاله جميله كده بنعملها كل اسبوع لخدمه المهنه نفسها والاطلاع حضراتكم على ما يحدث بهذا الاطار من كاتبنا الكبير الاستاذ كرم جبر. اشوف حضراتكم بكل خير، ربنا يديكم الصحه وطولة العمر وتصبحوا على خير.